استضافت محافظة أسوان وفداً من السفارة الكندية وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في جولة ميدانية لمشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخياً والتنوع البيولوجي الزراعي لتعزيز القدرة على التكيف للمجتمعات الريفية الأكثر احتياجاً. Food security is a priority for Canada globally. So we will certainly explore every opportunity to promote food security and program in that sector, be it in Egypt or beyond within the region and globally. The FAO, even though they have a proven track record, they did compete for this finance, for the climate finance of $5.3 billion, and they won this project on a competitive basis globally. حيث طبق المزارعون بمركز ناصر النوبة ممارسات مبتكرة مثل زراعة قصب السكر بالشتلات بهدف الحفاظ على المياه وتعزيز الإنتاجية. الفاو طبعا يعني من خلال مشروعاتها بتربط ما بين الأولويات الدولة الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية اللي حاصلة في مجال الزراعة، وبالتالي ازاي تساعد الفلاحين والمزارعين ان هم يتواجهوا مع هذه التغيرات من خلال ادخال نظم ري حديثة. من أبرز التحديات اللي قابلتنا هي عدم توفر الأصناف المقاومة للأراضي الزراعية وارتفاع درجة ملوحة التربة. وفي قريتي الأمل والحكمة بوادي النقرة اعتمد المزارعون على أصناف جديدة من الكركديه والنعناع والتي تتكيف مع التأثيرات القاسية لتغير المناخ، كما تم تحويل تلك المحاصيل العضوية إلى منتجات غذائية شهية المذاق تمزج بين التقاليد والابتكار. كان الفدان بيجيب معاه نحن مثلا 250 كيلو، طبعا هنا فرق معانا في الانتاج حوالي لحد 500 كيلو. وتعلمت دلوقتي لحد المرحلة اللي هي الزراعة كده، ما شاء الله ابتدت النوع النباتي ينتج، ما كنتش اعرف عنه حاجة، ده كله استفدته من المدرسة الحقلية. يعد هذا المشروع الذي تموله الحكومة الكندية نموذجا مثاليا يعكس الوحدة والتمكين ويوفر حلولا مستدامة لمستقبل أكثر مرونة.